السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم رياد بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نعمل جنزير لدبابة بطريقة جديدة. احنا شفنا الطريقة الأولى والطريقة الثانية، راح نشوف طريقة جديدة وإن شاء الله تبقى هي الأسهل. راح نيجي على السيركل ونعمل، آسف لا في سيركل ولا أحسن، خلص غيرنا طريق السيركل. نيجي على نعمل بوكس، هذا البوكس راح يبقى هو حبة الجنزير تبعتي. اجي اعملها من وين؟ خلينا من الفرونت. هاي البوكس تبعي، البوكس هذا انا راح اعمل له تكرار، شيفت اسف شيفت، وهي كمان نسخة تانية، ونعمل حوالي نقول 50 حبة، يمكن الجنزير بده 50 حبة. وهي اوكي كوبي، بدناش نعمل انستنس كوبي، ضروري. هاي الجنزير تبعي، راح اجي ادمج حبات الجنزير مع بعضها عشان يكون جسم واحد. ادمج حبات الجنزير مع بعضها عشان يكون جسم واحد، ايش راح اسوي؟ راح اعمل اي واحدة منهم كونفيرت، او خلينا نبدا من الاخير. كونفيرت اديتابل بولي، ليه؟ راح تطلع لي منه خاصيه اتاتش. اتاتش يعني راح اربط اجسام ثانيه في الجسم هذا، تصير تابع له. لو انا عصيت على القائمه هذه كان بينفع انا اجي اعلم على اتاتش واعلم على كل جسم بالدور، او اختار القائمه. انا كل اللي عندي اصلا هم حبات الجنزير، بعلم عليه من اوله للاخر. وهي اتاتش، صار عندي ايش ماله؟ صار عندي عبارة عن جسم واحد. راح اجي اعمل السيركل تبعتي. سيركل وينك يا سيركل؟ وبرضو اجي من نفس الفرونت، بيتهيألي هيك الحجم مو كويس، وباليمين كونفيرت اذا بالاسبلاين، واغير في النقاط تبعتها عشان تصير اكثر مناسبة او مناسبة اكثر لجنزير الدبابة. خلينا نكبر النافذة شوية بس. هيك شكل، وهذا الثاني ننزل عليه. اوكي، هلقيت انا المشكلة الجديدة عندي، كيف بدي اركب الجنزير اللي انا عملته هذا او الشكل اللي عملته على المسار. قال لك في حاجة جديدة أول مرة ناخذها أو أول مرة تمر علينا، اسمها باث ديفورم. بعلم على الجسم تبعي، طبعا كله جسم واحد، لدول الحبات صاروا جسم واحد. باث ديفورم، وينك يا باث ديفورم؟ باث ديفورم، هيها باث ديفورم. أوكي، طب باث ديفورم يعني بدي اشوه، ديفورم معناها تشويه، بدي اشوه الجسم تبعي على حسب مسار معين، يعني بدي اخلي شكل الجسم تبعي ملائم مناسب مطابق لمسار معين. فهو بيقول لي انو مسار؟ بيك باث، اختار المسار اللي بدك تغير الجسم عليه، علم عليه واختار المسار تبعي. مسار شيشيخات، نشوف على البرسبكتيف احنا ايش اللي صار عندنا. طلع لي مسار جديد هيو، بس مش راكب عليه لسه. هات نشوف لو اختار مسار ثاني، يمكن هذا راكب شويه. شوف مسار ثالث، طيب هات نشوف هذا فليب. طيب اذا ما تغلبنا زي هيك، اول شيء في عندي مشكله انه حبات الجنزير مش مكفيه، المفروض نزيد بزياده، المفروض نعمل بزياده. طيب بس خلينا نحل المشكله الاولانيه، في هنا شويه خصائص خلينا نلعب فيهم. في عندي حاجه اسمها روتيت، نعمل دوران للجسم تبعي. صار زي الجنزير بس بدل 95 90 درجه. أنا جربت، يعني راح أقعد أجرب على الإكس، لا على الزد، لا على الواي، ويمكن أعمل فليب أشوف إيش الوضع اللي عندي، أختار الوضع الأنسب اللي عندي وأشتغله. طيب ناقصنا حبات جنزير، صحيح، إيش نسوي؟ لا الله لا يقدر، راح أوقف الشغل اللي عندي هنا، أوقف الباث كونسترينت لحالي، راح أجي هنا، راح يطلع الجسم عندي، أحاول أعمل منه نسخ ثانية. كيف بدي اعمل منه نسخ ثاني؟ اسف وين رحت؟ كنترول زد، كويس، راح اختار بوليجونز
وعلم عبولجن اللي عندي هذول وشيفت. هات نرفعها نشوف شو بده يطلع لنا. كلون تو إليمنت، خليه عنصر موجود يعني هو تابع للجنزير تبعي. وهات نعمل كمان واحد. إذا بدي أعمل مجموعة بينفع أقول له باليمين هيك كلون تو أوبجيكت، راح يصير جسم جديد منفصل عن الجسم الأولاني. هاي أوكي، يمكن أسهل اللي لقيته. أنا راح عايز أعلم عليه كمان مرة، أطلع من اللي أنا عليه وأعلم على هذا. هذا جسم منفصل لحاله. المركز تبعه بس خلينا نعمل نظبط المركز تبعه. افكت برايفت اونلي سنتر عشان تيجي الحبه هذه هنا بس اقدر اتحكم فيها. وشيفت، وعايز كمان نقول قديش احنا راح يمكن 10. لا الزياده اخت النقصان، هاي 10 واوكي. واقول لك الزياده راح اخذ حبه انا مش راح ادمجها معهم عشان كمان شويه اذا مش عاجبني راح اخذها لحالها. وراح اعلم على الجسم الاصلي واجي اكمل هنا اتاتش، وراح اختار اتاتش واصير اعلم حبه حبه. اي هذه بعدين هذه انضافت، شايف كله بنضاف قاعد. اوكي ارجع على الباث راح اشوف الشكل كيف صار عندي. ضايل لي شويه. طيب اعاود ارجع. انا سيبت حبه بالعمدان عشان ما اعملش زي تو. هي هذه حبه جاهزه شيفت، خلينا ننزلها نتفه صغيره شيفت. وانا عايز 10، هي 10 والعشرة هذولا وين الجسم تبعي الاصلي. طيب راح اجي على هنا واطفي الباث كونسترين ترجع زي ما كانت. لا مش بالضبط، اكيد خشوا فوق بعضهم. انا اعتقد ان صار في عندي تداخل. هذه الحبه لو انا مسكتها اوخ بالضبط طلعت بالضبط الامور ممتاز يعني كانها مقصوده. بنعمل اتاتش وهذه 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 وهذه، برضه نخلي اخر حبه احتياطا يمكن نعوزها. نعلم على الجسم تبعه. لا ما دمجتش انا معناته، ايش كنت ادمج؟ اتاتش كنت ادمجهم مع بعض وسايبها لحالها، ماشي الامور مش مشكله هيك. وهي نفعل برضه ضايل عندي نقول حوالي يمكن 5 حبات بدي. يعني تغلبنا احنا غير موفقين، لو كنا موفقين كان الامور صارت اسرع من هيك. عايز ناخذ هذه شيفت، وهي 6 حبات، هي 7، اخر واحده بدناش ندمجها. هذا راح ارفعها لفوق شوي عشان بدي اخذها اخليها احتياط. وارجع على الجسم تبعي هذا ونقيم منه خاصيه الباث كونسترينت واتاتش وعاود ادمج. تخيل هذه ان شاء الله هلقد تبقى الامور صارت احسن. نفترض انها هي ممتازه، يعني يمكن شويه جات على بعضهم بس احنا نفترض انها هي ممتازه. لقيت عشان اعمل دوران في حاجه اسمها بيرسنت، يعني قديش راح يمشي الجسم تبعي على هذا المسار. احنا في المستقبل ان شاء الله راح ناخذ محاضره كيف نحرك حيه، نعمل ثعبان ونحركها بالباث ديفورم هذا، نشوف كيف بتصير تلف معه. هذا المسار هو عباره او هذا الشكل تبعي عباره عن جسم واحد، بينفع يبقى كيوب، بينفع يبقى سلندر، بينفع يبقى اللي بدك اياه، وانت راح تشوه الجسم تبعك هذا على حسب المسار الموجود عندي، بدي اعمل له تشويه، فانا عملت التشويه للجسم هذا على حسب السيركل هذا فاعطاني المشهد اللي انا عايزه. البيرسنت هذا انه كيف راح يمشي الجسم تبعي على المسار. في الحاله تبعتي هذا الجسم تبعي مغطي المسار كله وبالتالي راح يعمل دوران. اما لو كان المسار اكبر راح نلاقي انه قاعد الحبات، لو كان مثلا الجنزير زي قبل شويه ناقص وعملت بيرسنت راح تلاقيه قاعد بيمشي على المسار تبعه. طيب اذا ضايل انا عندي ايش اسوي؟ اعمل جسم الدبابه او اظهره. احنا اصلا عملنا جسم الدبابه
يا ريت يا ريت يا ريت لو انا مسكت التنتين هذول ركبته مع بعض، يعني يا مسكت الجسم تبعي هذا وحطيته على السيركل هان جنبه، خلينا لو عملنا من نفس الفرونت احسن. ليش يا ريت ان انا احطهم جنب بعضهم زي هيك؟ قالك لانه انت لو اجيت على الاسب لاين تبعي، بس انا عايز ازيح شويه، لو اجيت على الاسب لاين هذا اللي عندي وعملت له اي تعديل راح يتاثر في مين؟ راح يتاثر في جسم جسم الجنزير، لانه هذا هو المرجع، الشكل هذا تم عمليه تشويه له على حسب الاسب لاين هذا. طيب راح اجيب انا جسم الدبابه، لو اعمل جسم دبابه خلينا نعملها من التوب اي بوكس، هاي الارتفاع انا مش شايف الارتفاع، خلينا نيجي على البرسبكتيف ونشوف برسبكتيف. ونعدل عليه تعديل خفيف زي كل مرة، convert to editable spline، convert editable bully اسف، ونيجي نعمل له من هنا شوية تشامفر. هي اللي هيك شكل مناسب، وهي ابلاي، ونيجي من ورا نعلم على الاسبلاي من هان، نعمل له تشامفر صغير ويبقى الانحناء انعم هيك شكل، نحط شويه خطوط. هي الدبابه تبعتي، ضايل عندي المشكله ان انا احرك الجنزير هذا المشكلة ضايلة عندي ان انا احرك جسم الجنزير مع تحريك جسم الدبابة، يعني احرك جسم الدبابة يتحرك الجنزير تبعي. العملية بتهيألي مش صعبة ومتوقعة، ايش احنا راح نعمل؟ واير باراميتر نربط البيرسنت هذه مع حركة الاكس للدبابة تبعتي. راح اجي اعلم عاد اللي بدك اياه بالاول، هيكون بير اسف واير باراميتر اكس بوزيشن مع حبات الجنزير، الجنزير هذه في هذه الحالة كله جسم واحد، احنا قبل هيك كنا نعمل جسم جسم عشان هيك كانت تغلبنا، لا المرة هذه الميزة تبعتها انه صار الجسم كله او جنزير الدبابة جسم واحد، وبالتالي صارت الحركة عندي اسهل. مش راح اجي على ترانسفورم هنا لان مش راح الاقي اللي بدي اياه، راح اجي على موديفايد اوبجكت، هي باث ديفورم وهي البيرسنت الونج باث اللي تو كنا نعدل عليه. وانا مش حافظ المعادلة، راح احاول اجرب، انا عايز اعدل على بوكس واحد. يعني راح اجي احط السهم هنا واعمل كونكت ونشوف ايش الوضع اللي عندنا. هاي مشي هاي بلف جسم الدبابة، بس ايش ماله؟ اول شيء بدنا نربطه، كنا ناسيين نربطه، بعدين واضح انه سريع. راح اقسم هنا تقسيم، هاي 100 وابديت ونشوف. يمكن الدوران مناسب، يمكن لو 200 احسن. وهي ابديت، بس انا عايز اربطه الجسم تبعي او الجنزير جسم الدباب. ونيجي نحرك كمان مره، يبدو ان الحركه بترجع لورا صح؟ اختلفت لما انا ربطت، اختلفت بسيطه العمليه. انا عاود اعمل اعلم على هذا الجسم الدبابه، اعلم على الجنزير ريفرش وبيرسنت، ونحط هان إشارة سالب، وهي أبديت، وبتهيألي هذا يمكن لازم برضو هي 400، آسف كنترول زد، هان إشارة سالب، وبدل 200 تقسيمة 200 خليها 400، وهي أبديت. هيك صار عندي الدبابة وبتمشي، والعملية غير مكلفة وغير مرهقة في العمل. الاسب لاين بيعنينيش، انا بس حطيته عشان انا اتاكد انه الامور، واذا حبيت اعدل عليه اشوه او اعدل عليه استخدمه، لكن انا بعد ما اخلص منه في حاله دي الحاله هايد سيلكشن بخفيه، مش عايزه انا اصلا. بعوزه اذا انا بدي اغير شكل الجنزير اللي عندي. طيب ايش انا عايز؟ اذا بدي عايز اعمل نسخه ثانيه منه الجسم زي ما هو،
خليكم ساكنين شاشات. الاسم زي ما هو، ايش المعادله هذا اعملها نسخ كنترول سي، خليها عندي موجوده، اعلم عليه شيفت ونختاره انستانس، نحرك مربوط فيه، ماخذ خاصيه البيرنت وجنزير الدبابه بلف، يعني اخذ المعادله زي ما هي، اخذ المعادله تبعت الواير باراميتر وطلعت الامور عندي جاهزه، اخذ ان انا رابطه بالبيرنت واخذ انه المعادله الموجوده بينه وبين الجود. طيب ان انا اعمل اعجال الدبابه وهذا بالطريقه التقليديه وفيش مشاكل. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. بدنا نحاول نفهم او نتعلم كيف بده يشتغل او بيشتغل الجراف الكيرف اديتور تبعنا هذا. لو انا بدي اعمل سفير، وعايزها تبين انه هي وفي عندي بلان مثلا افترض على الارض، هاي بلان وعايز حضرة السفير تبعتي تبين انه هي قاعدة بتخبط في الارض. فانا في البداية هي طالعة لفوق، وبعدين راح اعمل اوتو كي، نقول عند 10 كي فريم راح تنزل وتخبط في الارض، بعدين عند 20 كي فريم تعاود ترجع مكانها. انا بقدر اعمل شيفت ونسخ. هات نشوف لو عملنا بلي ايه خبطت. هو عشان التسجيل يمكن شوية رديء، باش مبين انه هي خبطت بطريقة ما بديانتش انه ردت في الارض او خبطت في الارض. لو فتحنا الكيرف اديتور طلعوا الثلاثة كي فريمز اللي حطيناهم، 1 2 3، هي 1 2 3. كانت الحركة عندنا على محور ايش احنا؟ محور الزد. صدقوني على محور الزد، على محور الزد. مبينة من هنا، هو بيقول على محور الزد، انا ايش اسوي؟ واضح ان الحركه على محور الزد، ماشي. فهو عشان هيك طلع لي اللون باللون الازرق وفهمني انه الحركه عندي على محور الزد. هاي التايم الخطين هذول هو عباره عن التايم تبع اللي انا بمشي عليه، هي عند 10 كي فريم، طلعوا انا واقف على 10 كي فريم هنا، هو واقف على 10 برضه. وهذه قيمه او القيمه تبعت الكي فريم تبعتي. هلا لما انا جيت عملت كي فريم لها قيمتين، قيمه وين هي في الزمن وقديش ارتفاعها وقديش بعدها عن الشبكه او عن مركز الشبكه اللي عندي. لو انا حبيت اغير لهان، هي اوتو كي، لو انا حبيت اغير القيمه اللي هان، تعال شوف نزلها شويه لتحت، تغير طلعها شويه لفوق، تغيرت الحركه. اذا القيمه مشكل عندي من خلال الجراف مرسوم عندي. طيب هي كنترول زد، خليها تيجي لوضعها الطبيعي. طب انا بقدر من هنا اغير، لو انا علمت عليها واجي اسحبها لفوق. يعني انا مش مضطر انا لما اجي احط كي فريم اجي على القيم هان واغير، لا انا بقدر اجي افتح الجراف تبعي واغير فيه. وحتى ان اغير مكانه، احنا عندنا محطوط هان على 10 صح، انا بقدر اجيبه واحطه تقريبا على 5 6 زي ما بدي. شايفين كيف قاعد بتحرك عندي تحت؟ صار محطوط عند 5. طيب لو انا فتحت الكيرف تبعي هذا، الجسم اللي عندي اسمه سفير، هي اوبجكت الاجسام الموجوده عندي، ما عنديش الا جسم واحد، ايش اسمه؟ سفير 01. هي موجوده عندي هنا سفير 01. السفير 01 هذا ايش له؟ اللي البوزيشن، التحريك، والتحريك على محور اكس او الواي او الزد، وله الدوران، والدوران نفس الشيء على الاكس او الواي والزد، وعنده السكيل. بقدر انا اتحكم او اعمل معادله للجراف تبعه بالسكيل. طيب نيجي انا اللي عملته الحركه عندي لما اعلم على الترانسفورم هنا او على اسف على البوزيشن، راح يعلمني على اكس واي زد لحاله تلقائيا، راح يعلمني او شيفت راح يعلمني على الثلاثه. هنا انا شفت الاكس الواي، لكن وين الاكس اسف شفت الزد، وين الاكس والواي؟ الاكس والواي هيهم تحت، شايفينهم؟ شايفين الخطين هذول؟ هاي لون اخضر ولون احمر بس فوق بعضهم مش مبينات. لو انا عايز اشوف واحده منهم لحاله حركه على محور معين، بس بعلم على المحور تبعي اكس، هاي محور اكس مبينين النقطتين، والواي هي الواي، والزد هي الزد.
الزد طبعا انا الشغل كله عليه. اذا انا بدي استثني هو كان في الاصل معلم لي على الثلاثه وهان محطوطات، يعني انا كان بينفع اجي هان وغير وصير في عندي حركه كمان على الاكس والواي. لقيت انا في عندي حركه على الاكس والواي، شايفين من توب ايش صار؟ لو انا بدي الغي الحركه باجي مباشره على الاكس، وهذا اصلا انا عايز الغيها، هيك بطل اصلا في عندي حركه للاكس ولا للواي، وهيك بطل في عندي حركه للاكس. تعال جرب حرك اللي هنا، راح نلاقي انه الكي فريم كلها راح تتحرك معي، شايفين كلها راح تتحرك. قبل شويه لما حركتها كانت ضايل في واحده قديمه وتحركت منها واحده جديده، ليه؟ احتفظ بالقديمه للواي والاكس، لكن لقيت بعد ما حذفت الواي والاكس صار في شيء اللي عندي الا حركه الزد. في الموشن بانل من هنا ما بقدرش اتحكم، انا بقدر اتحكم من الحركه تبعت الحركه ولا دوران ولا سكيل، لكن بقدرش اقول له حركه على انو محور. من الجراف اديتور انا بقدر اتحكم من انو محور والغي المحاور الثانيه. ماشي ماشي. طيب في عندي النقاط الموجوده هان، هذا عباره عن خط زي الاسب لاين، كيف كنا نتعامل معه بالسي دي ماكس الاسب لاين ونعدل على الخطوط تبعته، نفس القضيه اللي عندي. لو انا علمت على نقطه او على مجموعه من النقاط، بس خلينا مبدئيا نعلم على نقطه واحده ونقول انه هذه النقطه بينفع اسميها از ان از اسميها فاست، هذه اسمها فاست، بمعنى خلينا نعص عليه، بمعنى انه راح تيجي الحركه عليها بسرعه بسرعه، شايفين كيف انا جاي سريع وراح تطلع منها الحركه بسرعه. هذه مع الزمن، يعني هنا الكوره بتمشي راح تمشي نتفه 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 ومفجاه راح تيجي سريعه وراح تطلع سريعه وتدريجيا راح تبقى النهايه تبعتها بطيئه. هذه يمكن بناسب ضربه الكوره اكثر. خلينا نعمل بلاي. راح تحس ان هي بترد بطريقه، ليش؟ لانه لما تيجي تعمل صدام في الارض راح تعمل مره واحده. طب هات نعلم ونشوف الثانيه. هذه عكس، راح تعمل لي ايش؟ سلو. راح تيجي الحركه هان سريعه وبعدين هان تيجي هان في المنطقه هذه راح تبقى سريعه هي، وفي المنطقه هذه راح تبقى بطيئه وتعاود تطلع. طبعا هذا ما بيناسبش ابدا الحركه او الشغل اللي احنا عايزينه. هون مبينه كانها بتطير في الهواء او ما فيش عمليه اصطدام عندي. اذا شفنا هذه از ان فاست وهذه سلو. هذه الحركة عشان تعمليها كأنه ديجيتال، تختفي من منطقة وتطلع في منطقة، هات نورجيك. خلينا أعلم على ثلاث نقاط اللي عندي وأحولها لديجيتال، بين زي كأنها ديجيتال. ها؟ تبقى الكورة هنا طول الفترة فجأة بتختفي تظهر هان، فجأة بتختفي تطلع هان. أولاً لك بلي. ما فيش عندي حركة، اللي أنت عملية الانتقال مرة واحدة، بتضلها طول 10 فريم عند قيمة معينة وفجأة تنتقل لا مكان ثاني وبتضلها طول الفترة 10 كي فريم نفس المكان. انفهمت؟ خلينا نعمل تراجع كنترول زد. طيب ايش اللي في عندي؟ هذه لينير. لو انا علمت عليهم وعصيت بعطيني انه الحركة فيش فيها نعومة، عندي مباشر خط فيه انكسارات كله. واحيانا انا بعوز اعمل، لو انا عايز امرر بدل ما امسك من هنا بقدر امسك الخط تبعي وامرر. قاعد بنزل وبرد مرة واحدة، فيش عندي أي مرونة في الحركة تبعتي. طيب لو أنا عايز أرجعهم للوضع الطبيعي، علمت عليهم وعص عليهم، هذا الوضع الطبيعي اللي عندي. بنسميه احنا أوتو، بس مش عارف ليش أنا مش راضي يطلع الهيل تبعه. طيب بنسميه هذا أوتو، يعني برجع لك إياه وبحط لك الكي فريمز اللي عنده هنو أو آسف لنقاط الشد بالطريقة الطبيعية زي ما هي عدلة على حسب المسار تبعي. هذه الطريقة أو تلقائيا أنا لو مسكته وعدلت عليه بقدر أعدل على النقطة تبعتي وحدد كيف شكل الكيف تبعي، وعلى أساسه يعني مثلا زي هيك في البداية راح يبقى حركته سريعة وبعدين تدريجيا بطيء جدا راح يكون. طلع شوف في النهاية في البداية نزل بسرعة وبعدين نتفى نتفى وطلع. أنا بقدر أضبط نقاط الشد عندي من هان، بدي ارجعها طبيعي ديفولت اعود اعلم عليها وحطها زي هيك. طبعا النقاط هذه بحولها مباشره انها كاستمر، انت تحدد لحالك، بس التنتين نفس الشيء، انا مباشره بقدر امسكها واعلم عليها. مشي لحتى الان؟ مشي. طيب لو انا بدي اخليها تعمل لحالها او عايز احط كي فريم لحاله، تعال نشوف هنا.
هو مش راضي يعلم، مش راضي يطلع الهيلبر، بس هذه راح يقول لك انسيرت كي فريم. يعني بقدر انا اجي اقول يا عمي انا عند 10 كانت هان عند 20 بدي احط، خليني بس انزل لتحت شويه، بدي احط عند 20 اسف عند 30 كي فريم هنا.